للمزيد ينضم إلينا من مدينة العالمين الجديدة مراسلنا محمود جميل. أهلا بك محمود، وآخر فعاليات المهرجان والإقبال الجماهيري، تفضل. مرحب بكم من المدينة الساحرة مدينة العالمين الجديدة. الحقيقة لازال الإقبال مستمر على كل الفعاليات الموجودة في مهرجان العالمين الجديدة، وربما منذ قليل كنا نلاحظ حركة بعض الزائرين للممشى السياحي الذي نتواجد به، وهو أحد أهم المناطق الهامة الترفيهية في مدينة العالمين الجديدة، يستمتعون بحالة الطقس الجميلة الموجودة في مدينة العالمين، وأيضا يعني مع منظر الأبراج و البحر، فبالتالي هناك عدد كبير من الزائرين يستمتعون بجمال مدينة العالمين الجديدة، تمهيدا بالطبع للمشاركة مساء هذا اليوم في الفعاليات التي ستنطلق في عدد من المناطق. ربما ستشهد اليوم استمرار فعاليات الطيران الشراعي الباراموتر، بالإضافة أيضا إلى أنه اليوم سيكون هناك انطلاق مباراة قوية في رياضة البادل بين كابتن أحمد حسن وكابتن سيد معوض، وربما يعني هناك ترقب لهذه المباراة فيما يتعلق بالحضور الجماهيري الكبير لتشجيع أولا يعني نجمين كبيرين، وأيضا الاهتمام بهذه الرياضة من قبل عدد كبير من الجماهير الذين يقبلوا على رياضة البادل، بالإضافة بالطبع إلى أننا يعني نشهد الاستعدادات التي بدأت لاستقبال حفل النجم الكبير القيصر كاظم الساهر، وربما وصل النجم الكبير اليوم إلى مدينة العالمين الجديدة برفقة نجليه وحفيدته للاستعداد إلى الحفل الذي سينطلق غدا في منطقة الأرينا، وسط استعدادات خاصة من قبل المنظمين ومن قبل إدارة المهرجان لاستيعاب جمهور القيصر الذي من المتوقع أن يكون عدد كبير في هذا الحفل الذي سينطلق غدا في منطقة الأرينا، بالإضافة بالطبع إلى الاستعدادات التي تتم والبروفات التي تتم لحفل النجمة الكبيرة مجد الرومي بحضور الموسيقار نادر عباسي، وربما أيضا غدا سنشهد فعالية لبيت العود العربي في المدينة التراثية وعلى المسرح الروماني، تلك المدينة التي جهزت وخصصت لاستقبال الفعاليات الثقافية في هذه المدينة التي يوجد بها أيضا مجمع للسينما وعدد كبير من المباني التي ستستضيف عدد من الفعاليات الثقافية خلال الفترة المقبلة. ربما أيضا بالحديث عن حركة الزائرين إلى مدينة العالمين الجديدة، مطار العالمين اليوم الدولي استقبل رحلة قادمة من كازاخستان قادمة على متنها 176 راكبا، وتعد هذه هي الرحلة الأولى القادمة من هذه الدولة، فبالتالي هناك انتعاش لحركة السياحة الموجودة في مدينة العالمين الجديدة، ولذلك تحرص الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تقديم كل الخدمات الترفيهية لزائري مدينة العالمين الجديدة، باعتبار أن هذه المدينة هي الوجهة السياحية العالمية لاستقبال عدد كبير من الزائرين. وربما كنا نلاحظ منذ الأمس أيضا عدد كبير من الجنسيات الغير مصرية المتواجدة على أرض مدينة العالمين، والتي تتحدث دائما عن جمال وروعة مدينة العالمين، وأيضا التصميم الذي صممت به بعض المشروعات والمباني داخل المدينة، فضلا عن حالة الطقس والاستمتاع أيضا بالفعاليات الموجودة ضمن مهرجان العالمين الجديدة. وربما كنا نتابع مساء أمس أيضا بعض الفعاليات الثقافية الخاصة بالتنورة وأيضا فرق الفنون الشعبية، ولاحظنا أيضا ازدياد في عدد الزائرين والمقبلين على هذه الفعاليات خاصة من الأسر العائلات. وربما في هذا السياق أعلنت إدارة المهرجان اليوم عبر الصفحة الرسمية الخاصة للمهرجان على مواقع التواصل الاجتماعي بأن هناك مهرجان اللمة، هذا المهرجان سيكون به عدد من الأنشطة الاجتماعية والأنشطة الترفيهية والأكلات الشهية المناسبة أيضا للعائلات والأسر، وسيكون هناك منطقة مخصصة لألعاب الأطفال، وربما كنا نتابع تجهيز هذه المنطقة لاستقبال عدد كبير من الأسر والأطفال، خاصة مع قرب بدء الأنشطة الخاصة بمهرجان نبتة، وهو المهرجان الخاص بالأطفال لتتمتع العائلات والأسر المقبلين على فعاليات مهرجان العالمين. وربما اليوم أيضا سيتم استكمال فعاليات وزارة الثقافة فيما يتعلق بفرق التنورة والفنون الشعبية وأيضا كرنفال السيرك، والذي يشهد عدد كبير من الفعاليات المختلفة في مدينة العالمين الجديدة، وبالتأكيد سنتابع معكم كل هذه الفعاليات
الفعاليات في مهرجان العالم عالمين. كلها زوايا مضيئة ومهمة في مهرجان العالمين. شكرا جزيلا لك مراسل التلفزيون المصري محمود جميل.